رشوا الفل العسكر طل لو احتلت ايمانه وبده يضل السيف يسل ويحمل كل بلبنانه. الأيام والساعات الأخيرة ومع حملة من تطورات بدأت بطرح الرئيس سعد الحريري مخرج لانتخاب رئيس للجمهورية واستمرت مع إطلاق العسكريين المخطوفين عن جبهة النصرة، قلبت المزاج اللبناني من متشائم جدا إلى متفائل حذر. فاللبنانيين وعلى مختلف توجهاتهم بيتأملوا أن تحمل الأيام الجاي الخير والطمأنينة، ولو أنه التجارب السابقة ما كتير بتشجع. ما تصير فول تصير بالمكيول، يعني تينوجد. تفائلوا بالخير تجدوه. حسب البلد، حسب شو رح يحضروا لنا من هلأ لوقتها. دايما على عيد الميلاد دايما الواحد بيكون لازم يكون متفائل، إن شاء الله خير. رئيس جمهورية أكيد أهم شيء، بعدين كله بدو يجر وراء، لازم يجر وراء. اليوم والله خبرية حلوة، هالعسكر فلت إن شاء الله خير. إيه ما دام عم بفلتوا العسكريين إن شاء الله خير. يا حو قدام عنك صورهم إذا بدك. رغم بعض الأجواء المريحة إلا أنه السلبيات ما زالت عم تطغى على المشهد العام، والإيجابيات المحققة ما زالت حبر على ورق ولم تترجم بعد إلى نشاط فعلي بعم الأسواق وبرجع المغتربين والسواح. بس إذا ما فتح البلد للعرب وللأجانب وللبنانية يلي يجوا يعيدوا أكيد ما رح يكون الموسم كتير منيح. بس اليوم بفلت العسكريين وهيك تفقلنا خير إن شاء الله. لحد هلا ما بين شيء، يعني مهم عم نحضر حالنا على الله. بتتميز أوضاعنا بلبنان أنه بتتأثر سلبياً بكثير أمور حتى خارجية وخارج لبنان، بينما الأمور الإيجابية كثير بطيئة لتقدر تأثر على هيك. بدنا نشوف القوى الإقليمية شو بده يصير فيما بين روسيا وتركيا، إذا بدنا تعمل حرب على بيئة تانية أو لا، تالتي أو لا، بدنا نشوف ناطرينا. لعل الأوضاع بسوق جوني السياحي والتجاري بتلخص المشهد العام بلبنان، فقبل أقل من شهر على موسم الأعياد ما زال الجمود سيد الموقف، وما زالت الحركة التجارية والسياحية مشلولة وعم تتأثر بأزمات كتيرة أبرز النفايات، ضعف القدرة الشرائية وغياب الطمأنينة وراحة البال. الأسواق التجارية بهالشهر صارت يعني تقريبا ميتة شوي، الحركة ما في حركة، ضعيفة شوي. بعد كارثة صفر، لأنه كانت تبلش العجقة من نص شهر الماضي، هلأ بعد يعني صراحة جبنا كمية على أساس بدنا نبيع، بعد الكمية الطبيعية. نحن منحضر نعمل وجباتنا ومنزل كوليكسيون جديدة، بس أكيد يمكن العالم الوضع الحالي بتنطر لآخر دقيقة تشوف الوضع هي الحالي يعني المالي وهيك تشوف إذا بتشتري أو لا. يعني هلأ هذا أول مشوار نازل، تحسس الأسعار بنشوف شو فيه وماشي الحال. ماشي الحال، بس نحن موظفين دولة يعني مفروض يعطونا سلسلة الرتب والرواتب، ناطرينا ما عطيونا شي. بدنا يفرجونا كان قبل الأعياد ما عطيونا شي. إذا البلد منيح السوق بيمشي، وحسب الجيب المالينة السوق بيمشي أكتر. كان العالم مرتاحة أكتر بالأول، تنزل على الأسواق بكير، هلا محصورة شوي. كان في إجر غريبي أكتر ما بقى فيه. هلأ منتأمل إذا كانت تزبطت الأوضاع السياسية والبيئية يعني الزبالة بصفي بلدنا مرغوب، بصفي الناس قدر تجي لهون. يعني ما عم نحس لا بأعياد ولا بغير أعياد، ما في شيء. وقت اللي بدنا نهاجم الدول اللي هي بتنعش لبنان اقتصاديا وسياحيا وبدنا نقعد هيك بهالقلة وبهالطريقة، يعني ما هيدي سياسة همجية. ما شهدناه من مبادرات سياسية وأمنية مؤخرا قد تكون حجر الزاوية والأساس لبناء مستقبل جديد، على شرط أنه يبنى فوق هالمدماك ولا يعمل على إزالته وفق المصالح والأهواء الشخصية.